مشاهدينا الاعزاء تحياتنا لكم جميعا، ما زلنا مستمرين معاكم ببرنامجنا برنامج جوك، ومع ضيفتنا حاليا دمى خليفه. راح نحكي اكثر عن مشروعها انتو ذا باسكت، راح نحكي اكثر عن كره السله، هاي الرياضه اللي يعني لها جماهيريه عاليه جدا في الاردن. وانا طبعا اعتبر من الناس اللي بحبوا كره السله ومن جماهير كره السله، عمري بحياتي ما لعبتها بس بحب اتفرج عليها، واصلا برضو كمان عمري بحياتي ما لعبت قدم عشان تكونوا في الصوره يعني. والله كمان نفس الشيء. بدنا نحكي صباح الخير لضيفتنا لما لما، صباح الخير، يعطيك الف عافيه، ومبسوطين بوجودك معنا بموقع طقس العرب. صباح الفل اسامه، انا كثير مبسوطه اليوم. الله يسعدك، اهلا. اول مره بعرف انه انت بتحب الباسكتبول، من فانز الباسكتبول. يس 100%. انا لاني ساكن بتلال علي، زمان كان يصير كثير بطولات هون بصاله تلال علي، فكنت معيش اشتري تيكت، كنت لسه ولد صغير انط من السور وادخل عشان احضر. طيب لما بدنا يعني نحكي مع بعض انا وياكي اكثر، تعرفي المشاهدين بحالك اكثر، هل انت برضو كمان لاعبه كره سله، ما زلت بتلعبي سابقا، ونحكي ايضا اكثر عن انتو ذا باسكت، تفضلي. انا لما خليفه. نعم. انا بلعب، ما بلعب باسكتبول من قبل. اوكي. انا كنت حابه العب باسكتبول، كنت بدور على اماكن زي ما انت قلت انه بدي العب باسكتبول بس ما بلاقي مكان. تمام. فاما كانوا اكاديميات او شيء تعليمي بحت يعني. تمام. فطلعنا بفكره انا وشريكتي اسيل، زي هلا السنه الماضيه، كان قبل كورونا بالضبط. طلعنا بفكره انه ليش ما احنا نعمل مكان بما انه ما في مكان. تمام. فاجت كورونا، اجت شويه لخبطه وهيك، بعدين صرنا نسال اكثر الناس اللي حوالينا والناس اللي نعرفهم سوشيال ميديا وهي الاشياء، انه يا جماعه مين بحب يلعب باسكت بول بهاي الطريقه. تمام. لقينا انه في ناس كثير عم بتستنى بهيك شغله او بهيك فكره. حلو، كثير حلو. فاول ما خلصت كورونا تقريبا وفتحت النوادي وصارت الموضوع شوي امن، رحنا حجزنا ملعب وبلشنا في اول جيم. تمام. لقينا انه الناس كثير حبت الموضوع، وهو كان الموضوع يعني بلش زي شيء زي كوميونتي، احنا حابين نجمع كوميونتي من الناس كلها اللي بتحب تلعب باسكتبول. حلو. فصير مثلا انا وانت بنحب نلعب باسكتبول، نتعرف على كل الناس اللي بتحب تلعب باسكتبول في عمان. فبالنهايه صار هو صار في مجتمع، صار في كوميونتي لهذا الشيء. في كوميونتي، في بيس هون انه في ناس تحب تلعب باسكتبول فبتيجي. تمام. فبلشنا وعملنا. طيب. اكثر من جيم. انا حاب اعرف بس بالتحديد كيف انا بدي هلا بفوت مثلا على السوشيال ميديا بلاقي انتو ذا باسكت، كيف ممكن اشترك معاكم، شو هي النشاطات يعني، لنفرض انا مثلا ما بعرف العب باسكتبول بس بحب الباسكتبول، بقدر اني اشترك معاكم، انتو بتعملوا مثلا خلينا نحكي مباريات او بيكون في انكم يعني طريقه مختلفه عن المباريات، كيف بدنا نحكي اكثر بشرح مفصل عن انتو ذا باسكت. يس اكيد. هلا احنا مبدئيا مش للناس اللي كثير شاطرين بالباسكتبول ولا للناس البروفيشنالز. حلو. الفكره كلها انه انا ما بعرف العب باسكتبول، كنت اوكي بديت بشيء كثير للمجتمع، شيء لكل الناس، مش اي شيء له دخل بالمنتخبات الاتحاد الاشياء البرو يعني، بعيد عنه هذا الشيء، شيء خلص. تمام. للناس الاردنيين اللي حابين يلعبوا باسكتبول، فاحنا اسمنا على انستغرام انتو ذا باسكت 2020. اوكي. بننزل دائما عن موضوع مواعيد الجيمز، المكان وهي الاشياء، وكل حد بصير يعني يحجزوا ييجوا مثلا. تمام. حلو. دائما لازم يحجزوا قبل بيوم عشان يقدروا، زي ما انت عارف جيم الباسكتبول لازم يكون فيها اشخاص معينين. صح. ما في مش يعني مش اي عدد، فلازم يكون في عدد معين. طيب هلا خلينا نحكي، هي المباراه بيكون مثلا مباراه عاديه زي مثلا انا واصحابي بنعمل مباراه. يس. بدون حكام، بدون هاي الاشياء، ولا كيف لا هي الفكره انه مباراه عاديه فرندلي زي ما انت بتلعب انت واصحابك. اوكي. زي ما بتطلع انت واصحابك بتحجز ملعب قدم مثلا. بالضبط. بس عندنا حكام. حلو. يعني في حكم لازم هو ينظم اللعبه، ينظم الافرقه، الفاولز، عشان بالاخر انت لما عم تلعب عم تكون انه في شويه منافسه. صح. عم تحس انه هاي قوانين صح، حتى لو انت ما كثير بتعرف تلعب بس انه هيك عم تلعب إشي صح. طيب 100%. هلا وين بتسووا هاي المباريات، باماكن اوت دور اندور، وين بالضبط موجوده؟ يس. هي هاي الفكره، انه احنا كنا باوت دور بالصيف. اوكي. كنا اكيد ننتبه كل يوم على ابلكيشن طقس العرب انه كيف هلا الجو، فمثلا بالايام الكثير حر لما تطلع عن 30 كنا نعملها شوي متاخر مثلا بعد التسعة عشان يكون الجو لطيف. حلو. الجو اللطيف الايام الجو الحلو بنعملها ابكر شوي عشان الناس تستغل برضه الوقت الحلو. صحيح. بعد ما بلشت تبرد الدنيا، احنا كنا في تراكس في خلده، بعد ما بلشت تبرد الدنيا نقلنا على اندور، عم نلعب برضه بخلده بس مكان شوي قريب. اوكي. عشان شوي كانت الصقيع ايام في شتاء، اكيد بتعرف الشتاء الفجأة هاد وهيك. 100%.
فهلا احنا في اندور نستنى يعني كثير متحمسين انه يرجع جو حلو عشان نرجع اوتدور. طيب هلا هاي الفكره مثلا انا اذا بدي اشترك فيها او بدي العب بيكون مثلا في كوست معين علي انا كشخص بدي اجي العب معاكم؟ مثلا بدفع جزء من اجار اللوكيشن، بدفع اشتراك معاكم، شو السيستم بالضبط اللي حاب يشترك معاكم؟ يس، في جزء بسيط الناس بتدفعه عشان نقدر انه احنا دائما نضل شغالين على هذا الشيء ونضل نامن لهم التيم اللي يلعبوا معه. بأي وقت انت مثلا حابب تلعب باسكتبول، مش لازم ترين اصحابك انه مشان الله تعالوا معي نلعب باسكتبول، لا تقدر تيجي بس تبعت لنا، حتلاقي فريق وبتتعرف عليهم، وفي كتير ناس صاروا اصحاب من لعبة الباسكتبول. انا خايف يصيروا اصحاب بعدين يعملوا فكرة زي فكرة. يس بلكي والله ما بتعرف يعني، الله يوفق الجميع. لا بس دائما الفكرة الاولى والفكرة هذه هي اللي دائما بتكون يعني اهم. الله يوفقكم يعطيكم العافية. خلينا نطلع على بشكل عام على الباسكتبول او على كرة السلة بالاردن. زمان كان لها جماهيرية أكثر مع الجيل القديم جيلنا، وكانت الملاعب دائما فل وكانت الأشياء هاي. برأيك بفترة، ليه هاي الفترة اللي احنا فيها اهتمام الناس بعد شوي عن كرة السلة، صار متركز بس بكرة القدم، مع أنه بجوز المتعة اللي بنشوفها بكرة السلة تضاهي متعة كرة القدم، وببرا يعني في ناس زي ما بيحكوها بلغتنا العامية مبليين ويعني معجبين جدا بموضوع كرة السلة ومتابعين 24 ساعة. ليه بطل في عند المجتمع برأيك اهتمام كثير بكرة السلة هاي الأيام؟ هلا أنا سمعت هذا الكلام من الناس اللي بعرفهم وقرايبي وهيك، إنه فعلا كانت الباسكتبول زمان إلها شعبية أكتر. طبعا. بس هلا إحنا بنشوف إنه كل التركيز مثلا على كرة القدم، فهاي واحدة من أهداف إنتو ذا باسكت، إنه إحنا كتير حابين ننشر فكرة أو شعبية الباسكتبول وتصير إشي زي كرة القدم في الأردن. لأنه كرة القدم تقدر تجمع حالك أنت وأصحابك في الشارع مثلا وتلعبوا. طبعا. بس باسكتبول لا، بدها شوية، بدها البورد، بدها الرينج، بدها أبصر شو. فلا الفكرة إنه إحنا كتير حابين ننشر هاي الشغلة بين الناس. كتير كان يجي ناس عنا ولهلا مثلا نسألهم إنه أنتوا بتلعبوا أوريدي باسكتبول، بيقولوا لنا إنه لا آخر مرة لعبت في المدرسة. صح. فكتير كان نفسي ألعب، وأول ما لقيت هذا المكان إنه على طول إجيت. كتير حلو. فهذا الإشي كتير بفرحنا إنه هذا فعلا واحد من أهداف أنتوا ذا باسكت، وإحنا كتير حابين ننتشر في كل مبدئيا في مناطق عمان ان شاء الله، نكون قراب من كل الناس في عمان وبعدين ننتشر في كل محافظات يا رب ان شاء الله. كل التوفيق لكم لما بس انا بدي كمان يعني احكي شغله، قد ايه عم نحس متعه بكره السله. بدنا نحكي كمان بجانب انه هل ممكن بتفكروا مثلا حكيتوا مع ناس بروفيشنال، مع لعيبه معروفين بكره السله، لعيبه قدام او جداد تواصلتوا معاهم، ولا لسه في تفكير لقدامكم تتواصلوا معاهم يجوا مثلا يلعبوا، يجوا مثلا خلينا نحكي مش اللي بيلعبوا هلا، خلينا نحكي لقدام. يعني مثلا انا من المعجبين بكابتن ايمن دعيس، زيد الخص، ناصر بسام، الجيل الاول هذا من كره السله، تواصلتوا مع حدا معاهم، صدفتوهم بجيم او شيء زي هيك؟ هلا زي ما قلت لك احنا لهلا صار لنا 7 شهور مبلشين، بلشنا بشهر 26 فلسه جديد. حلو. هلا لسه الموضوع عم بيكون كوميونتي، الناس العاديه اللي عم تلعب. كتير بنحب في ناس بتيجي بتكون بروفيشنال، بتكون لاعبين منتخب تمام، بس بيكونوا شوي جداد بالضبط. كتير بنحب اي حدا، يعني احنا يعني كل حدا مش عارف كل حدا حابب انه يكون معاكم بترحموا فيه. كتير بنحب 100%. وانا كمان حساعدك هلا بس نخلص مثلا، انا يعني كثير صحبي انا وياهم كابتن زيد الخاص، كابتن ايمن دعيس، وجدا رائعين، فممكن كمان تستضيفوهم ويكونوا داعمين لهي الفكره. صراحه انا كثير بحيي الافكار الجديده، هاي الافكار الحلوه بالنهايه، سواء فوتبول او باسكتبول او شو ما كان الرياضه، بالنهايه هدفنا برضه كمان صحه تكون منيحه. عم نحكي برضه عن الباسكتبول، من اكثر الرياضات في العالم اللي بتحرق كالوريز، يعني اتوقع بتحرق كالوريز اصلا كمان، ومفيده لللياقه اسرع من كره القدم، لانه بدها حركه ايدين وبدها مناوره وبدها كثير اشياء، بدها لياقه كثير عاليه. وواحده من الاشياء الحلوه فيها انه ناس تيجي بتتحرك كثير، ممكن انه هي تخسر وزن صح وشيبينج للجسم 100%. فالفكره انه هي بس فور فون، يعني انا مثلا صراحه انا من اعداء الجيم وانا كمان انا بزهق من الجيم، بس بحس انه لعبه زي هاي بفريق مع ناس
كثير امتع وبتعطيني بالاخر تقريبا نفس النتيجه 100%. انا كمان هذا اللي بحكيه هلا، ممكن كمان صار في تنحيف عن طريق البوكسينج، تنحيف عن طريق الرقص. هلا بدناش تحكي التنحيف عن طريق كره السله لانه هي برضه كمان ممارستها ممتعه جدا، ولكن كثير من الناس ممكن يستغلوا وجودكم، يستغلوا هاي الفكره، ويستغلوا هاي الكوميونتي اللي عم تعملوها عن كره السله، يجوا يحركوا حالهم وراح يحسوا شوي شوي عم بيستمتعوا، عم بيعملوا شيء بحبوه، وعم بينزل وزنهم كمان. بالضبط بالضبط 100%. انا بشكر وجودك معنا، يعطيكم ألف عافية. ان شاء الله بنلاقي انتو ذا باسكت موجودة بكل يعني المحافظات وبكل العالم العربي، هذا الكوميونتي يصير عالمي ويصير عربي ويكبر على المستوى المحلي، واحنا كل الدعم لكم. والله يعطيك العافية لما شرفت بوجودك معنا. يا اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الاعزاء، زي ما شاهدنا مع ضيفتي لما خليفة عن مشروع انتو ذا باسكت، وانا بدعو الكل انه تفوتوا عليهم على الانستغرام انتو ذا باسكت 2020 100%. شوفوا الكوميونتي هاي، تعرفوا عليها اكثر، كل الناس اللي بيحبوا الباسكتبول وهي الاشياء بتقدروا انكم تدخلوا بهاي الكوميونتي وتمارسوا الباسكتبول. هاي احمد براهمي ما شاء الله بيقول لي انا يعني حاب امارس الباسكتبول. هلا بنشوف احمد براهمي اكيد خلاص. راح نطلع مشاهدينا الاعزاء على فاصل، نرجع نكمل معاكم ببرنامج جوك، خليكم معنا.